منهم على صوت امي وهي بقوه بتندهلي القلق في عينيها. قلت لها في ايه يا امي؟ لقيتها مش سمعاني. يا امي اللي بيحصل؟ قلت لها بصوت عالي صوتي مش واصلها ولا حتى كمان شايفاني. وجي على صوتها ابويا سالها على اللي بيحصل وامي بترد عليه ابنك مش راضي يصحى. فجاه بالخوف حسيت وبصدمه واتخضيت وبصوتي يعلى واصرخ انا هنا في البيت. يا ابويا رد عليا يا امي حس بيا حد يقول يعرفني ايه اللي بيجرى ليا. بصيت على سريري لقيتني جثه هامده وابويا بيصحيني. جدي حسيت بالصدمه انا اكيد في حلم ده اكيد كابوس لازم منه اصحى حاسس اني محبوس. فكره جت على بالي ليه ما كنش مت بسرعه استبعدت الفكره وقلت اكيد انا خربت. حياته فانيه هتروح في اي ثانيه. الانسان كائن غلبان الانسان ضعيف حيران. لحظة كله سكت والحزن ابتدى يسود وابويا مسك دراعي لقى نبضي مش موجود. لقيته بص لامي وعينيه فيها دموع. امي بكت لحظتها اصلها فهمت الموضوع. قال لها اننا كلنا راجعون لله لكل اجل كتاب ودي سنه الحياه. ساعه ما سمعت كلامه رجليا ما شالتنيش مش مصدق اللي بيحصل. انا بقيت مفيش بقيت مش موجود ومش مسموع حسي مهما علي صوتي واصرخ مفيش انسان سامعني. مبقاش ليا راي ولا حد بيكلمني ولا حتى حد يقولي عامل ايه طمني. حقيقه ولازم اقبلها وعمري ما هغيرها دي خلاص اخرتي وما فيش مفر منها. انسان حياته فانيه هتروح في اي ثانيه. الانسان كائن غلبان الانسان ضعيف حيران. وانا واقف بانتظار ودماغي مليانه افكار. افتكرت الحساب افتكرت الجنه النار. بدات ارجع لحياتي افتكر ذكرياتي. افتكرت كل ذنوبي افتكرت كل مصايبي افتكرت نصايح امي كانت بتفكرني. يا ابني علاجك هو طاعه ربك يا ابني ادعيله ان شاء الله يغفر لك. ممكن في لحظه تموت تروح بين ايديه. كل مصايبك دي هتعمل فيها ايه؟ كلامها ما كانش فيا يأثر كان نفسي تخلص كلامه وتأثر. لكن انا حالا نفسي ارجع لو يوم هصلي واستغفر ومن على السجادة مش هقوم. لكن خلاص اصل مش سهل الاماني عمري ما هعرف ارجع لحياتي. الانسان كان غلبان الانسان ضعيف حيران.